يدير الجمهور الحاضر والكفيل على المقابلة. ناخذوا لقطات من نادي الاتحاد القاسمي حمزة. فمباراة ديال الأجواد من نادي الاستاد المغربي كيفوز على تريبليت أمين من نادي بوسكورة لكرة حديدية ب 13-4، يعني انتصر عليه قبل نهاية الموعد أو القانون المحدد للنظام السويسري هنا بملاعب نادي أزا بمدينة أكادير الذي يحتضن بطولة المغرب كبار موسم 2020-2021. وهذه لقطات هنا من تريبليت اتحاد القاسمي. نتابع وإياكم هذه المباراة ما بين تريبليت اتحاد القاسمي وتريبليت اي اس ام بي والنتيجة 11-5 لصالح تريبليت اتحاد القاسمي. تشكيلة اتحاد القاسمي كيلعب كل من بوحيوي عبد اللطيف والعامري وحمزة. الكرة ديال حمزة تمشي بعيد. تشكيلة نادي اس ام بي من مرغاسش تتكون من رجلاقي موحى وابراهيم. هذه محاولة ديال رجلاقي. نادي اي اس ام بي من مدينة مراكش عصبة تنسيب الجنوب. برافو بو حيوي تيتمكن باش تضرب الكرة. مرة أخرى البوحيوي غادي يضرب كرة. برافو بوحيوي في جوج الأرض.
وبهذا تنتهي المباراة بفوز تريبلت نادي القاسمي على نادي اسان بي من مدينة مراكش بحصة 13 مقابل 5 هذه الجولة الخامسة اللي كتجمع ما بين الثلاثيتين للجنة التحكيم اللي كتشرف على سير بطولة المغرب موسم 2020-2021 بملاعب نادي الجمعية الرياضية للكرة الحديدية ازا. وبهذا نكتفي بهذا القدر، شكرا على تتبعكم والى اللقاء.